يا لعبين دلوقتي مايك كام بس اهلا ومحابيكم اساسير. طبعا يا جماعه فيديو النهارده شرح تحميل محاكي ميمو بلاي عشان تلعب عليه لعبه فري فاير للبي سي وكده. المهم يا جماعه زي ما شايفين ده المحاكي اصدار 7.1.1، ده الاصدار بتاع المحاكي يا جماعه. انت لو كتبت على جوجل داونلود ميمو بلاي 7.1.1 هتلاقيه وتحمله بنفس الاصدار اللي قلت لك عليه ده. دلوقتي يا جماعه احنا نفتح المحاكي دلوقتي. طبعا انت لما تحمل المحاكي انا هتسطبه طبيعي جدا عادي وتفتحه. فدلوقتي انا بفتح المحاكي، فعقبال ما المحاكي يفتح لو انت الجهاز بتاعك ويندوز 10 فانت تخش عند السيتنج. تمام ده بس كده عشان المحاكي مهنج. اوكي خلينا نسويت مستنيه خلص ونرجع نكمل. المهم يا جماعه تخش على جيمنج وبعدها تختار جرافيك سيتنج وبعدها تختار براوز وتروح على الديسكتوب. هتلاقي عندك كده ميمو تدوس عليها. طبعا كده انت طبعا ضايفها من قبل فايه مش هحتاج اضيفها تاني. هتدوس عليها كده هتدوس اوبشنز تختار هاي بيرفورمانس. طبعا تبقى عندك سيستم ديفولت فانت تختار ايه هاي بيرفورمانس. تمام عشان ايه تلعب على المحاكي بأداء عالي. المهم بقى نرجع لمحاكي ميمو بلاي ثانيه بس عشان انا ايه ما اعدل على الحاجات في الدي بي اي. فهرجعها ايه الاعدادات الطبيعيه بتاعت المحاكي وبعدين اوريكم بقى تعملوا ايه. كده يا جماعه انا برجع المحاكي الاعدادات الطبيعيه عادي جدا وابدا مع اعمل معاكم من اول وجديد. اهم حاجه برضو تدوس على دي زي ما انتم شايفين. اقول لك بتنزل القايمه دي ازاي. تدوس على هنا تدوس تاسك مانجر. تمام تدوس كده وتنزل لك القايمه دي تدوس ديتيلز وتنزل تلاقي محاكي ميمو اكس اي. تدوس كليك شمال كليك يمين قصدي وتعمل كده هاي عشان يشتغل معاك باداء عالي. طبعا لو انت قفلت المحاكي وشغلته تضطر تعمل الطريقه دي تاني عشان المحاكي يشتغل معاك باداء عالي. المهم يا جماعه زي ما شايفين المحاكي فتح معانا. طبعا انا محمل عليه لعبه فري فاير ايه وده برنامج كارل تشينجر برو. عشان تحمل برنامج كارل تشينجر برو ده اللي بيخلي الوان اللعبه جميله زي ما شايفين. دوس كده كاستم وان ده بيخلي الوان اللعبه يعني ايه تبقى جميله وكده. فعشان تحمله اكتب على جوجل داونلود كارل تشينجر برو حمله عادي على البي سي. عشان بقى تنقله من البي سي للمحاكي تدوس كده تدوس ايه استنى بس اصغرها لكم شويه عشان تشوفوا. دوس كده زي ما شايفين دوست كده عادي. واما تيجي عند داونلود تشوف البرنامج اللي انت حملته كارل تشينجر برو من متصفح كروم عادي وتثبته. وفري فاير كذلك تحمل عادي من متصفح كروم عادي وتاخدها من هنا يا جماعه عشان تاخدها من البي سي للمحاكي عادي وتشتغل معاك في المحاكي زي ما انتم شايفين. ونفس الكلام برضو مع برنامج جي الكترونز ده هتحتاجه برضو عشان لازم تحمله. تمام يا جماعه هنبدا نوريكم بس اهم حاجه اعدادات المحاكي. طبعا عاملها كده عادي على حسب مواصفات جهازي. عامل دي كده زي ما انتم شايفين ودي عاملها كده بس كده يا جماعه. المهم بقى ايه انت كده المفروض انت تحمل على فري فاير وعملت اعدادات بتاعتك على المحاكي. بص انت لو انت البي سي بتاعك ضعيف فانت اختار 2 رام و2 سي بي يو. تمام فالبي سي بتاعي ايه متوسط شويه فاخترت دي. طبعا لو انت البي سي بتاعك ضعيف جدا يعني اختار اول واحده خالص اللي هي 1 رام و1 سي بي يو. تمام جدا كده يا جماعه. المهم بقى ايه نروح على جي ال تولز ونختار فري فاير وهتفعل الحاجات اللي انا مفعلها دي زي ما انتم شايفين. هتفعل دي وتفعل دي كمان تعمل زي ما انا بعمل. وعندي فيك جي ال ريندر فيندو هتكتب الحاجات دي زي ما انا كاتب كده. الحاجات دي زي ما انا كاتبها كده انت تكتبها زي ما انتم شايفين. الحاجات دي عشان تجيبها يعني اكتب على اليوتيوب تحميل احداثيات الايفون للمحاكي مثلا ميمو بلاي ولا بوستكس هتلاقيها عادي وتحمل يعني الاحداثيات وتيجي بقى تنسخها وتلصقها هنا عن طريق كنترول في عشان تنسخ وتلصق. زي ما انتم شايفين تعملها كده زي ما انا عامل عشان دي يا جماعه هتخفف لك اللعب يعني وتشيل لك اللاج وكده. تمام عشان تلعب اللعب على خفه وتعرف تجيب هيتشوتات حلوه. وبعدين هتيجي هنا زي ما انتم شايفين على الديفلوبر اوبشنز اللي هي مطور البرامج هتخلي كل انيميشنات تخليها اوف اوف. تمام جدا كده وتروح عند اللانجوج تختار بيونتر سبيد هتعليها على اخر حاجه زي ما انتم شايفين.
كده المفروض ان انت تلعب اللعبة ومتعلقش معاك. نخش بقى على حاجة تانية اللي هي اعدادات الايم بتاعتي، عشان الايم بتاعك يبقى حلو زي وتجيب هدات زي. فانا هديك دلوقتي اعدادات الايم، هتعمل زي ما بعمل كده، تخش على الديسبلاي تخليها كده، ودي هتخليها كده زي ما انتم شايفين، ودي بقى تخليه 600 تمام زي ما انتم شايفين، وتدوس اوكي وريستارت نو. طبعا انا محمل الدي بي اي بتاع الماوس بس مش بلعب بيه، مش يعني انا محمل الدي بي اي عادي لكن مش بستخدمه، حتى انا هنا مش مفعل الدي بي اي تمام. انا كنت بحاول بجربه كده فطلع ان انا مش عارف العب الدي بي اي، مش عارف يعني ايه اتحكم فيه حلو، فقلت ايه الغيه وما العبش بيه احسن. المهم هديكم بقى اعدادات الماوس بتاعتي بس من الكنترول بانل، لان انا اعدادات الماوس بتاعتي يا جماعه عاملها من الكنترول بانل. المهم نروح بقى عند دي عشان نديكم اعدادات الماوس بتاعتي. Always scan this section. اديكوا اعدادات الماوس بتاعتي دلوقتي، تروح هنا تعملها كده زي ما انا عاملها، وماوس سيتنجز تعملها كده زي ما انا عاملها برضو تمام، اهي زي ما انتم شايفين زي الفل كده. طبعا المحاكي بيرسر طبعا لان انا كنت عملت اعدادات الديسبلاي زي ما وريتهالكم، عشان دي طبعا ليها علاقة بالقيمة عالية وكده عشان تلعب وتجيب هدات حلوة في فري فاير. المهم يا جماعة ايه، هنروح عند ديتيلز نعملها من جديد عشان احنا ايه رسترنا المحاكي. طبعا انت هتلاقي الشاشة عندك بقت زي ما انتم شايفين بقت لازقة في بعضها كده، فانت عشان تفتح فري فاير تبحث في جوجل عادي، تكتب فري فاير وتفتحها من عنده زي ما انتم شايفين يا جماعة، بحثت في جوجل فتحتها. وعشان برضو تفتح برنامج كولر تشينجر تكتب كده كولر تشينجر، المفروض اكتب ايه برو، لو انت عايز يعني ايه تفتح كولر تشينجر وكده تفتحه من جوجل عادي زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى بخش على فري فاير زي ما انتم شايفين، وعملت كل الاعدادات وظبطت الدنيا، هوريكم بقى اعدادات فري فاير بقى من جوه بقى. احنا كده عملنا اعدادات الخارجية من ضمنها الام وكل حاجة، نوريكم بقى اعدادات فري فاير اللي انت لازم تعملها من جوه زي ما انتم شايفين. انا عاملها كده عشان ما تعلقش، لو انا خليت الجرافيك ناعم هتعلق فشخ، لكن انا مخليها فائق ومفعل ايه معدل الاطارات مرتفع اللي هو اف بي اس. وننزل هنا عند الحساسيه زي ما انتم شايفين، تعملها زي ما انا عامل كده، وسائل التحكم يعملها زي ما انا عامل. هتخش هنا عند ايه تخصيص اتش يو دي زي ما انتم شايفين، دي اعداداتي في ال، ده طبعا زرار الايم زي ما انتم شايفين، ده الايم اهو زي ما انتم شايفين، وهنا ده السكوب، وهنا ده ايه اللي بيجري واللي بينام، وهنا اللي بيقفز، وهنا اللي بيوطي زي ما انتم شايفين. دي الاعداد بتاعتي، وانا حاطط التلج هنا وعامل الميد كيت هنا والحاجات دي هنا، والانالوج حاطه تحت بتاعت الكيل بلاير حطيتها هنا، ودي هنا زي ما انتم شايفين يا جماعة، والانعاشات عاملها هنا. دلوقتي بقى نخش اعدادات الكيبورد، طبعا انا مخلي ده على 100 زي ما انتم شايفين، وانا مخلي هنا حرف اليو عشان اللي بستخدم منه تقريبا حرف اليو مش بعمل بيه حاجة تقريبا، مش عارف بقى، بس سيبني منه. هنا دي الانالوج والزد بتاعت الدم، والتاب افتح منها الحقيبة، والالت برضو مش بعمل منها حاجة، خلينا اشيلها وخلاص. تقريبا الالت اللي بعمل منها الدرع، يا شباب الالت اللي بعمل منها تطوير الدرع، لما الدرع يخرب كده بصلحه من الالت. اوكي هو هنا اصلح الدرع من الالت، وهنا دي اللي بسوق منها السيارة، وهنا السي اللي بيوطي، والسبيس الكافس، والفي اللي بينام، والشيفت الجري، والكابس السكوب، والكاتر اللي بحط منه التلج، وهنا الاي والار والتي والواي للريلود وكده، وهنا الجي يا جماعة لما اركب الزبلان وانزل منه، والكيو للانعاش، والاف لما اركب سيارة او اركب زبلاين، وهنا رقم 5 للرقصات، وده بتاع المايك، ورقم 6 دي ملهاش لازمة باين فشيلها، انا حطيتها كده اي حاجة. المهم هنا بقى في السويتش بتاع الاسلحة بعملها كلها من الماوس، يعني دي رقم 4 دي انا حطيتها من الماوس برضه، يعني في الماوس بتاعي عنده 4 ازرار، فانا حطيت ال مخلي الاربعه يا جماعه، يعني كل ما ادوس مثلا على زر في الماوس كاني دوست رقم 4 في الكيبورد، فهمتوا؟ وان رقم 1 و2 من نفس الزرار في نفس الماوس عادي جدا، ببدل من الماوس الاسلحه، وهنا بالبكره بتاعه الماوس بنزله لتحت، وهنا البكره بتاعه الماوس برفع لفوق عشان اعمل ريلود،
ورقم 3 ده برضو زرار في الماوس كده، انتوا مش شايفين الماوس، يعني ماوس جيمنج ليه كذا زرار. نوع الماوس بتاعي يا جماعة كورسير هارد كور. المهم، ودي طبعا يا جماعة اعدادات الاعدادات عندي، بس انا كنسل. لا 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 لا، حرام البوت قتلني يا جدعان. عايز اشوف لعبي، انا عندي هسيب لكم اللينك يا جماعه في الوصف، اللينك ده خشوا عليه اتفرجوا على لعبي وهيعجبكم جدا. طبعا بلعب بمحاكي ميمو دايما. الواد عايز يعمل ايه؟ مش فاهم انا. اطلع اطلع اطلع، تعال تعال. لا 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 لا،